تمام طلاب، هسه خلي مراجعة سريعة للمحاضرة الثانية Lecture 2 اللي هي عن السولار راديشن. السولار راديشن راح نبدي من هذا المنطلق الأول من الانترودكشن اللي هو All substances, solid bodies as well as liquids and gases above the absolute zero temperature emit energy in the form of electromagnetic waves. كل الأجسام صلبة liquids gases above absolute zero temperature emit energy تبعث طاقة in the form of electromagnetic waves. هذا هو الالكترومغنتيك ويفز اللي هو بين اليو في والاي ار الفيزبل، وهذه توزيعاته. راح نبدي بالثورمال راديشن، طبعا ماكو حاجه اعيدها من جديد لانه على اعتبار انا شرحت لكم اياه وهذه فقط مراجعه، لكن هنا تحتاجون تعرفون انه هذه هي الابزوربتيفيتي، اول شيء الرفلكتيفيتي اللي هي هذه الرفلكتيفيتي اللي هي الرو، وزائدا الابزوربتيفيتي اللي هي الالفا زائدا التاو الترانسمسيفيتي ينطينا واحد. خلي ننتقل بسرعه، اريد اوصل وياكم للمثال، اريد اوصل وياكم للمثال. هنا ضروري تعرفون ان زوايا السقوط الاشعاع الشمسي السولار انسيدنس، فهنا اذا تشوفون هذه الزاويه من 0 الى 30 ايش قد الابزوربتنس مالتها 0.96. يعني شنو معناها؟ معناها انه اذا جسم بهذا الشكل يسقط عليه اشعاع شمسي، يسقط عليه اشعاع شمسي ايش قد يمتص من عنده؟ فهنا نقول حسب هذه الزاويه ايش قد زاويته. مثلا هسه هذه تقريبا لو نفترض انه هي هذه زاويه 45، فهنا زاويه 45 هذه هي زاويه ال 45، اذا امتصاصيته 0.93. ناخذ هذا قانون المونوكروماتيك اميسيف باور للجسم الاسود، ومثل ما تشوفون امامكم كله واضح القانون تمبرتشر الويف لينث وبي تو كونستانتس اللي هي سي 1 سي 2. هذه القوانين تطلعون عليها، قوانين سهله وواضحه وشرحناها بالمحاضره. خل اروح على مثال. قبل لا ادخل بالمثال خلي شويه هنا أنا أعرفكم على هذا التيبل، يعني تيبل جدا مهم اللي هو ناخذ قيمة الليمدا في التمبرتشر، الليمدا في التمبرتشر اللي تنطيني ايش قد الإيميسيف باور، ايش قد الإيميسيف باور اللي هو هذا الإيميسيف باور. يعني مثلا الليمدا في التمبرتشر صارت عندي النتيجة هي قريبة أو قريبا للألف، أروح أشوف أجي أقارن هنا وين الليمدا في التمبرتشر، هذا تقريبا هو الالف. اذا الاميسيف باور مالتي توتال اميسيف باور راح يكون هو هذا. اذا صار عندي مثلا قيمه الليمدا في التمبرتشر لنفترض انه 9364، فهنا بدي ابحث عن قيمه الليمدا. اذا تشوفون هنا عندي ليمدا في تي، وهنا عندي ليمدا في تي، وهنا عندي ليمدا في تي، وكل وحدة مقابلهم هي التوتال اميسيف باور، هذا توتال اميسيف باور. فهنا أنا أبحث عن الرقم القريب لل 9364، فأجي هنا تقريبا مثلا أنه هذا هو قريب، إذا هذه هي قيمة التوتال اميسيف باور. خل أروح على المثال حتى ما أطول الفيديو. هذا هو المثال. هذا هو المثال. طيب هنا يقول a glass with a transmissivity of 0.92 is used in certain application for wavelength 0.3. بس صار عندي wavelength، عندي طول موجي 1 اللي هو 0.3، وعندي wavelength 2 اللي هو 3. The glass is opaque to all other wavelengths إنه هو معتمد للأجسام للأطوال الموجية الأخرى. Assuming that the sun is a black body at Helgen temperature. إذن T1 عندي مقدارها 5760 كلفن. And neglecting atmospheric attenuation. أهمل التنوينشن اللي يصير بسبب الأتموسفير.
هنا يقول حدد لي البرسنت اوف انسيدنت سولار انرجي ترانسميتد ثرو ذا جلاس، يريد من عندي ايش قد النسبه المئويه لاشعاع الشمس الساقط خلال الترانسميتد النافذ خلال الزجاج. هذه النقطه الاولى. الثانيه يريد من عندي بعد شنو؟ يريد من عندي determine the percent of radiation emitted from interior and transmitted out through the glass. وأيضا الإشعاع النافذ خلال أو بعيدا عن الزجاج. خلي نشوف شلون نحل. نبدي أول بداية عندي آخذ لمدوان، آخذ لمدوان وياها temperature اللي هي للجسم الأسود، زين، للإشعاع الشمسي الواصل، إشعاع incoming solar radiation، إيش قد إشعاع الشمسي الواصل لهذا السطح، إيش قد لهذا سطح الزجاج، إيش قد واصل إشعاع الشمسي، واصل عندي 5760 كي كلفن. ناخذ مرة ويا الطول الموجي الأول ومرة ويا الطول الموجي الثاني، راح تطلع عندي قيمتين، أروح أقارنهم بالجدول بالتيبل، ومن خلال التيبل راح تطلع عندي قيمة الأولى وقيمة ثانية اللي هي هذه النسبة المئوية. إذا هذه هي البرسنت للمدة تي 1، لمدة 1 في تي ولمدة 2 في تي. ناخذ الفرق بيناتهم، ناخذ الفرق بيناتهم حتى نطلع النسبة المئوية. هنا ناخذ الفرق بيناتهم حتى نطلع النسبة المئوية، وهنا أخذنا الفرق بينهم حتى ناخذ ايش قد النسبة المئوية لإشعاع الشمسي الساقط، على اعتبار احنا عندنا هذا هو السطح الزجاج، صار عليه طولين موجيين. ناخذ لمدا 1 ولمدا 2، ناخذ الفرق بيناتهم، تطلع عندي هذه هي النسبه المئويه للاشعاع الشمسي الساقط. بعدها ايش قد نفاذيه الزجاج؟ 0.92، نضربها في 0.92، هذا النسبه اللي حصلنا عليها حتى نعرف ايش قد الإشعاع الشمسي النافذ خلال الزجاج. انتهينا من هذه العملية. ساعدنا ال infrared radiation at 373 كلفن. هسه إيش قد خارج من عندنا اللي يطلع من عندنا ال solar radiation؟ طبعاً هنا out going مو incoming. الأول كان incoming، إيش قد واصل للجسم؟ هسه إيش قد خارج من الجسم؟ نفس العملية نعيدها. وناخذ الارقام نضرب في لمده في درجه الحراره ايضا، ولمده 2 في درجه الحراره نفسها ل 373. اروح للجداول من التيبلز، من التيبل نفسه اطلع القيم واخذ ايش قد الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم 0.1، اضربها في النفاذيه مال الزجاج ايش قد اللي هي 0.92، تطلع عندي هذه النسبه. وعلى هنا انتهى حل السؤال. أتمنى يكون الشرح واضح، على اعتبار أنا سجلت لكم فيديو سابق إلى، بس ما أعرف